اهلا بكم مشاهدي قناه المحور. كاميرا الريمونتادا داخل معسكر فريق الجونه المقام حاليا بمدينه الاسماعيليه استعدادا لانطلاق منافسات الدوري العام في 18 من سبتمبر الحالي. يسعدنا ان يكون معنا كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونه. كابتن علاء مرحب بك في قناه المحور. طبعا حضرتك نجحت في الابقاء على فريق الداخليه دوري ممتاز وعملت انجاز اسطوري يتحسب لحضرتك. بعد كده حضرتك توليت مسؤوليه فريق الجونه اللي ظهر في خلال المباريات الوديه بشهاده جميع النقاط باكثر من شكل رائع. فاز على الاسماعيلي، فاز على سيراميكا، فاز على انديه كبيره في الدوري الممتاز. يعني كل متوقع ان فريق الجونه هيبقى الحصان الاسود للبطوله. الاول تحياتي ليك يا ميساره وتحياتي لفريق العمل وكابتن احمد حسام ميدو. اولا يعني بعد الحمد لله ما حققنا الهدف من بقاء الداخليه توجهت طبعا بالشكر لاداره نادي الداخليه، لاني كنت خلاص يعني انا رحت وعملت اللي مطلوب مني وكان الاتفاق ان انا لنهايه الموسم تم العرض عليا ان انا اتولى فريق جونه. ووافقت قعدت مع المسؤولين واتفقنا على كل حاجه وتوليت فريق الجونه. طبعا جونه صاعد حديثا من الممتاز به، انما كان ليه طبعا باع كبير جدا في الدوري الممتاز خلال المواسم السابقه. ف كانت مهمه طبعا يعني دايما اتعودت ان انا اي مكان اروحه بحاول النجاح فيه. كان لازم يبقى في تغييرات في جلد الفريق شويه. قدرنا ان احنا مع الجهاز الفني وبتعاون الاداره وبالاخص طبعا كابتن محمد الحصري المدير الرياضي، قدرنا ان احنا نضم لاعبين كويسين، ابقينا على لاعبين صغار سن من ابناء الجونه، استعنا بلاعبين عندهم خبرات زي صبر رحيل، زي احمد مسعود، زي احمد عبد الرسول، زي صبح سليمان، زي كمال بالفتوح. ابقينا على كابتن طبعا نور السيد كابتن الفريق اللي هو يعني الموسم اللي فات اصر ان هو يبقى مع الفريق في الممتاز لغايه ما يصعد تاني. فعاملين ميكس ما بين الشباب والخبره والجيل الوسط. بدأنا اعداد في الجونه، طبعا كان برضو خدت مننا وقت ان احنا نضم لاعب ورا الثاني ورا الثالث، يمكن ضمينا صفقات كتير فدي بتاخد وقت كتير جدا للانسجام. بالاضافه طبعا كان في مجموعه افارقه كتير قوي كنا بنشوفهم، وانا لا اؤمن بالفيديوهات، لازم اي لعيب افريقي او حتى لو مصري ما اعرفوش بينزل معايا الملعب وبتفق مع الوكل على هذا الاساس. فدي خدت من وقتنا شويه، انما الحمد لله استقرنا بشكل كبير جدا على القوام الفريق وخدنا مباريات في القاهره. كان قبل معسكر الاسماعيليه كنا خدنا حوالي 3 ايام او 4 ايام في القاهره، خدنا مباراتين كانت دي عباره عن مباراه تجارب. لما جينا الاسماعيليه خدنا 3 مباريات تقيله، اسماعيلي، سيراميكا، فيوتشر. كسبنا الاسماعيلي وكسبنا سيراميكا في الودي وتعادلنا مع فيوتشر، انما مش المباريات الوديه ما بتبقاش دايما مقياس او مؤشر، انما بيطمني انا كمدير فني، بيدي ثقه للاعبين، شكل الفريق الى حد ما. فنتمنى ان احنا نستمر وناخد المباريات الوديه دي او النتائج اللي احنا عملناها كدافع لينا خلال المباريات الرسميه. وعارفين ان الدوري خلاص بنسبه كبيره يبدا يوم 18، يعني احنا بنتكلم النهارده يوم 11، يعني اسبوع بالظبط. كم صفقة ضمتوها في خلال ماركات الحالة؟ لا مش متذكر عدد، بس مش أقل من 13-14، مش أقل من 13-14 لعيب، يعني ممكن يزيدوا ما بين تحت السن. يعني خدنا عرا من الزمالك، لاعب بقرة أحمد محمود مواليد 2003، بعض الأفارقة ضمناها، إنما مش هيقل عن 13-14 لعيب، وممكن تبقى أزيد حوالي 3 أو 4 تاني. يعني كابتن علاء متوقع يعني فريق الجونه يعني شايفين يعني خلال المباراه الوديه ظهر مستوى طيب، يعني ممكن يكون الجونه الحصان الاسود للبطوله؟ اتمنى ذلك ان شاء الله باذن الله. احنا بنشتغل وبنتعب، انا والجهاز الفني والطبي والاداري وكل الناس بتتعب. نتمنى ان احنا طبعا نظهر بشكل كويس مميز ونتواجد بشكل كويس في الدوري ان شاء الله. الحمد
الحمد لله يعني تعالى من على من الناس المدربين الفنيين المحترمين جدا، عنده القيادة الفنية على أعلى مستوى، قادر ان هو يسيطر على دي مهمة جدا، قادر يسيطر على اللعيبة والنجوم اللي موجودة وخلق حالة من الحب ما بينهم، وده اللي ظهرت يمكن في الداخلية السنة اللي فاتت. احنا كنا في مراكز متأخرة جدا، كان ما بيننا وما بين الفرقة المحل او واسوان يمكن 13-14 بونت. الحمد لله من خلال الكيادة بتاعته والمجموعة ككل كجهاز فني كانوا متناسقين جدا، اللعيبة كانت رجالة عندهم الدوافع، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعدي المرحله. انجاز يا كابتن بالابقاء على الداخلية. الحمد لله رب العالمين. يا احمد احنا يمكن من ثاني اسوان في الماتش الختامي في البودهداك في اسوان، يعني بصراحه اكتر من رائع. ده اول حاجه توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه ان انا يمكن في احد الحوارات قلت الداخلية مش هينزل، لان كان عندنا دوافع واللعب عندهم دوافع واحنا اشتغلنا على نفسنا كتير جدا والاولاد كانوا مستجيبين معانا، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ادانا جزء كبير جدا من التعب اللي احنا يعني خدناه في هذه الفترة. يعني ايش كابتن رايك في المعسكر يا كابتن؟ المعسكر كنا محتاجينه جدا، لان طبعا احنا عندنا هنا الفرق بالذات الفرقه اللي من اللي طالعه من الصاعده من الدرجه الاولى للدوري المحترف الدوري الممتاز، اعتقد ده كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا يبقى في انسجام ما بيننا وبين ما بين اللعيبه وبين بعضها، لان دخل فيها عناصر كتير جدا. الجونه اعتقد ان هم ان شاء الله هتشهد طفره جيده الفتره الجايه، عندنا لعبة كويسة، عندهم ميزة يمكن مش متوفرة في بعض الأندية اللي كانت في الداخلية السفات، عندهم الدوافع، فإن شاء الله من خلال الدوافع ديت وعندنا الميكس ما بين الخبرات والعناصر الفنية الشابة، فأعتقد الحمد لله هنقدر إن احنا نعمل حاجة كويسة في الفترة الجاية بإذن الله. المستوى مطمئن بعد الفوز على الإسماعيلي وعلى سيراميكا خلال المباراة الودية في مستوى مبشر يعني؟ المباراة الودية أعتقد أو التجريبية أعتقد إن هي ما بتديش المؤشر الفعال اللي احنا محتاجينه، لأن طبعا المنتشر الرسمية اللعيب بيختلف برضه، في ضغوط واللعيب الجيد او الجهاز الفني واللعيب الجيد اللي هم بيبانوا تحت ضغوط، فالماتش الرسمي غير الودي، لكن انما اطمئننا على الشغل اللي بيتعمل، واحنا اعتقد الفتره الجايه ان شاء الله بنشوف الاخطاء اللي عندنا ايه وبنبدا نصلحها. في انسجام في بعض اللعيبه ان شاء الله في الفتره الجايه بنحاول ندعم الفريق بيها لان فعلا محتاجينها، فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتشهد برضه في انضمام عنصر او اتنين مش عايزين اكتر من كده في وسط المجموعه اللي موجوده. كابتن محمد عدلي مدرب عام لفريق الجونه، بنشكرك كابتن ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ويعني بنبارك لك على المستوى الهائل اللي ظهر به الفريق في المباراه الوديه. طبعا هي مش مقياس بس بدايه مبشره للفريق وبدايه مبشره للجهاز الفني. اشكر طبعا قناه المحور واشكر حضرتك والقائمين عليها، وان شاء الله هنشوف الجونه في ثوب جديد ان شاء الله، وان شاء الله هنحس ان الفتره الجايه ان فرقه الجونه فرقه محترمه، طبعا اداره محترمه جدا، طبعا مع كابتن علاء والجهاز الفني على اعلى مستوى، معانا الدكتور احمد عبد اللطيف، دكتور ميم عبد الرازق، احمد ميم عبد الرازق، كابتن ممدوح ابراهيم من حراس المرمى المعدودين جدا على مستوى مصر، كابتن مجدي سعد، عندنا مجموعه من الجهاز الفني ان شاء الله احنا كجهاز فني عندنا الدوافع كويسه ان احنا نقدم حاجه كويسه ونكمل اللي احنا عملناه في العام الماضي ان شاء الله، وان شاء الله هنقدم ان شاء الله هنقدم حاجه كويسه جدا من خلال الفتره الجايه باذن الله. لا طبعا اكيد الحمد لله معسكر نجح بكل المقاييس، احنا شغالين الحمد لله من فتره كبيره يمكن من اول 8، الفرقه مستعده بشكل كويس، يمكن معنا من احسن المخططين الاحمال الدكتور احمد عبد اللطيف موقف على الفرقه على رجلها بشكل كبير قوي الحمد لله، جهاز فني محترم الكابتن علاء والجهاز المعاون اللي معاه، منظومه الحمد لله متكامله، يمكن بنعمل حاله السنه دي الحمد لله مختلف عن السنين اللي فاتت، وان شاء الله يكون نجاح لينا ان شاء الله باذنك يا رب كده، وبالمجموعه الموجوده يمكن معظمها جديد علينا، بس هي في الكوره كلنا احنا اخوات في الكوره، كلنا مش حد غريب في الكوره في مصر، كلنا عارفين بعض كويس، الحمد لله مستعدين كويس، معسكر ناجح الحمد لله، عملنا ماتشات وديه في القاهره وفي الجونه قبل ما نيجي، وبتكمل ان شاء الله الحمد لله بمعسكر اسماعيليه، عملنا 3 ماتشات وفي ماتش بكره ان شاء الله وبعده ان شاء الله ونختم المعسكر باذن الله. طموح فريق الجونه السنه دي يا كابتن؟ والله بنتمنى اكيد الطموح ملوش حدود، اكيد كل سنه بنلعب بنفسنا نعمل حاجه لنادي الجونه ونحط النادي بتاعنا في مكان كويس، هنشتغل وهنتعب، لان كل سنه الدوري بالذات صعوبه علينا مش علينا على الفرق كلها، يمكن شفنا نماذج كتير في الدوري السنه اللي فاتت مع فرق كانت متقدمه في اول الدوري وكانت ممكن تبقى حاجه مختلفه لقيناها في الهبوط السنه دي، فلا بنشتغل لاخر لحظه من اول يوم لاخر يوم هنشتغل وهنقاتل في الملعب،
الكرة والله العظيم بالعطاء مش بالاسماء ابدا. يمكن كان عندنا اسماء كثيره جدا ونزلنا درجه ثانيه، لا يعني انا دايما شايف ان اللي بيجتهد وبيموت نفسه وبياكل النجيله في الملعب هو اللي اكيد ربنا هيكفه في الاخر. فالحمد لله مركزين بشكل كويس، وان شاء الله يكون موسم خير علينا السنه دي ان شاء الله. معسكر نهايته امتى؟ ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله هنختتم يعني بمباراه في القاهره ان شاء الله، وان شاء الله نرجع للجونه او مش عارف لسه حسب البرنامج ان شاء الله مع الجهاز الفني والاداره ان شاء الله. كابتن نور السيد طبعا يعني اخيرا يعني الكل متوقع او شايف ان من خلال المباريات الوديه ان فريق الجونه هيكون حصان اسود للبطوله السنه دي، ويعني شفنا اكتر من لعيب ظهر في المباريات الوديه من خلال متابعتنا للمباريات الوديه اللي خاضها الفريق في الاسماعيليه، فشايفين اكتر من لعيب او عنصر بارز في الفريق، وشايفين ان اللعيبه كلها مركزه وان الفريق هيكون الحصان الاسود للبطوله السنه دي. بص الحمد لله احنا عندنا من الخبرات في الفرقه ومن اللعيبه الشباب لسه كل واحد عايز يعمل حاجه، الاسم كبير في الفرقه اكيد عايز يحافظ على اسمه وعايز يعمل احسن حاجه اكيد. انا اكبر واحد في اللعيبه سنا، انا الحمد لله دايما الطموح دايما موجود ودايما في جديد ودايما كل يوم بشتغل على نفسي في الملعب، اكيد اللعيبه الموجوده ان شاء الله نفسها تعمل حاجه، فما فيش حاجه يعني احنا هنقاتل من اول يوم لاخر يوم، وان شاء الله يبقى النتيجه الكبيره ان شاء الله ربنا يكافئنا بيها ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه في الدوري ان شاء الله. الحمد لله بدايه ان شاء الله تكون خطوه خير بالنسبه لنا ان شاء الله. وبالنسبه لي انا الفرقه طبعا فرقه مش صغيره، نادي جونه نادي كبير ومش اول مره يكون دوري ممتاز، لا الحمد لله كان في فترات سابقه يعني موجود فيها. الهدف بتاعنا ان شاء الله ان احنا لازم نكون موجودين في الدوري مع الناس الكبار، ليه لا؟ عملنا نشاط وديه كويسه مع كابتن علاء الصراحه مدير فني كبير مش ومخضرم طبعا، ومعنا جهاز فني محترم كابتن ممدوح طبعا مدرب حراسه المرمى. بالنسبه لي انا الصراحه يعني في تطور كبير جدا جدا مع كابتن ممدوح ولي انا والحراس، ان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله باذن الله. ماتشات الوديه كنا يعني بشكل كبير جدا شكلنا كويس جدا، لا مبشرين الحمد لله ان احنا لا لازم نعمل حاجه السنه دي، رغم ان انت عارف الدوري بيكون صعب مش سهل، بس ان شاء الله نعمل حاجه كبيره باذن الله. شايف المعسكر ازاي؟ كان ليه فوائد ايجابيه؟ اكيد طبعا المعسكر طبعا دكتور احمد لطيف والله يعني عايز اقول لك من الناس الكبيره جدا في الكوره سواء في الفني او في علم يعني في التطور في كره القدم، لا يعني الحمد لله الفرقه واقفه على رجلها كويس جدا. من خلال حضرتك طبعا انا بشكر كابتن نور السيد طبعا، هو كابتن الفرقه هو كابتن صبري رحيل، الحمد لله لما معانا لعيبه كبيره تقدر تشيل المسؤوليه نقدر الحمد لله ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي باذن الله مع نادي الجونه باذن الله. توقعاتك ايه فريق شكل فريق السنه دي؟ يعني ممكن نفسها مربع ذهبي؟ والله مش يعني مش عايز ابالغ واقول ان شاء الله ان احنا لا لازم نبقى يعني نظهر في المربع الذهبي، لا احنا عايزين الاول يكون شكل كويس ان شاء الله، نمشي خطوه خطوه ماتش بماتش. تعرف الدوري مش سهل، طبعا الدوري مش سهل السنه دي، كل سنه بيبقى الدوري اصعب، خلينا نبقى واقعيين، لا لازم ننافس ان احنا ان شاء الله نكون موجودين بشكل كويس وان شاء الله ننافس، ليه لا باذن الله. يعني كابتن احمد مسعود الحارس مخضرم وصاحب الخبرات الكبيره في الدوري الممتاز، بنشكرك كابتن، وان شاء الله فريق الجونه هيظهر بمستوى متميز، وان شاء الله انت هتكون احد من الاعمده الرئيسيه اللي ساهمت في ظهور الفريق بشكل متميز باذن الله. وبشكر حضرتك ان شاء الله، وانا وزمايلي مش مسعود بس ان شاء الله وصبحي سليمان وحسن ان شاء الله مع مدرب كبير ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله.